نعم هو وأنا في أتمنى الحقيقة ألا طلع يكون منهار. المقصود بتصريح الدبيبة الجديد لافت يقول إحنا وضعنا في ليبيا كويس لا بأس، ولكن يقول دول الجوار ما عندهاش احتياطي 3 شهور. نشوفوا تعليق للدبيبة هذا، هو لبحالة أعتقد عاجل الدبيبة احتياطنا جيد ويكفينا لسنوات، ودول مجاورة، ما قالش دولة، هو قال دول مجاورة لديها احتياطي لا يكفيها 3 أشهر. زعما من الصورس للدبيبة شكون يقصد؟ يقصد في مالي؟ شكون يقصد؟ مش فاهم شكون يقصد. لا هو يقصد تونس واضح يعني، وللأسف الشديد أنه أصبح يعني نشار إلينا نسبة للمجهول يعني. تونس وما أدراك، أصبح هناك من يتحدث همزا ولمزا بشأنها. للأسف الشديد هذا هو وضع الدكتاتورية، هذا هو وضع الانقلاب، عندما يفرط الشعب في سيادته يعني في قراره المستقل، قراره الذي يفرضه عبر البرلمان المنتخب، فإنه يؤدي في النهاية إلى أنه يصبح شخص واحد هو المتحكم ولديه جميع السلطات، وبالتالي يؤدي بناء بشعبويته إلى هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد. حتى أنه في ليبيا يا أخي الدبيبة يعني عندما تحدث إلى الشعب الليبي تحدث له يعني جداول مرسومة وأرقام محددة، ويتحدث على يعني نسبة نمو، ويتحدث على يعني تسديد الدين بالكامل بالنسبة إلى ليبيا، ويتحدث عن مدخرات يعني من العملة الصعبة، يعني أرقام وليس حديث، يعني حديث فارغ وحديث يعني ليس فيه أرقام. وحتى الأرقام اللي يذكرها رئيس الجمهورية أرقام خاطئة، وللأسف الشديد يعني فوضى حقيقية تعيشها البلاد. وهذا ما يجعلنا في النهاية الدبيبة وغير الدبيبة يتطاول ويتحدث عن تونس بتلك الطريقة. نعم، على كل هو دول المجاورة ليبيا تونس ومصر الزوز يحمد ربي، لكن أن يجعل، تعرف في تصريح سابق أعتقد في الجزيرة، في الجزيرة رئيس الجزائر تبون قال أنه احتراما لسمعة التونسي قال لا يمكن أن نحكي على طريقة التعامل، وكأني قالها صراحة في حوار في الجزيرة منذ سنة، قال ما يعني هو سي حسين، نعم ما هو نفس العبارة اللي ذكرها يعني مسؤول جزائري عندما قال أنه تونس ولاية تنفق عليها الجزائر، هذا تصريح يعني من مسؤول رسمي. وبالتالي ربما تبون يعني لعلاقته الشخصية بقيس سعيد يعني أشار هكذا تلميحا إلى أنه لا يستطيع، ولا يستطيع أن يقول هذا يعني كلام يعني غير منطقي يعني أنه يقال بهذا الوضوح، ولكن هناك حقيقة ربما يعني دعم وإنقاذ للوضع في البلاد، لأنه أيضا الجزائر ليس من مصلحتها أن ينهار الوضع في البلاد، وبالتالي نحن سواء الاتحاد الأوروبي سواء بعض الأشقاء فإنه يدعمون الوضع في تونس حتى لا ينهار، نحن على شفا جرف انهار، نحن على يعني الوضع في البلاد متجه إلى الإعلان عن الإفلاس، هي في شبه مفلس الآن، ولكن الإعلان التام والصريح على إفلاس البلاد هذا هو الذي يعني تحاول بعض الدول الأوروبية وبعض الأشقاء في المنطقة أنه يعني يحافظوا على الوضع، لأن الوضع انهياره ليس في مصلحة الجميع، بما في ذلك نحن في تونس، يعني ليس من مصلحتنا ولا مصلحة شعبنا أن ينهار الوضع، ولكن هذا وضع أدى به الانقلاب، أدى بنا الانقلاب إلى هذا للأسف الشديد. والمسؤولية على النخبة التونسية وعلى يعني قيادات الأحزاب والقيادات السياسية والقيادات المجتمع المدني أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد قبل أن تعم الكارثة. نعم.